بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أم الحديث 71، حديث كتضوات يكوبات عن أم المؤمنين وحل قوريي صفية بنت حيي بنت الأخطب اليهودية رضي الله عنها. قالت وحي تركان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسولكم معتكفا مدكو اعتكافا يا مساجد كيسو كنغي بو النبي وها عليه الصلاة والسلام واعتكافا يي ساجد كون كو اعتكافا يي فاتيته وانو امد بيتره صفية رضي الله عنها وارضاها. رسول كانوا إيمد أزوره أنيق أسو زيارنا إياه حال دي سيارمه صلى صعنا إياه ليلا هبين بانو إيمد بيت ساجد كون جوغي. فحدثته نبي قال الله شيكي استي بيتري نوانو شيكي أسغن وإي شيكي، ثم قمت وان استاغي لأنقلب إن النغضه يعني وقولي يحفظ ذي ذي إنان الله بتو بني ستاغي. فقام واستاغي رسولكم معي أنا قل جل كي يستاغي مركان استاغي إنان حفظ الله بتو أن كتلق لي بسنا استاغي طيب ليقلبني إنو عليو تعني وحي وجد ليردني إلى بيتي قريقي إنو إعليه. والنبي قلنا يسوتها عليه الصلاة والسلام طبعا هبين بيا هيد مركا قفكينا وقف الدومرة مركا النبي عليه الصلاة والسلام إنو أمر دوييه أمو قريقيه كمارتكو تلاق علي. فمر رجلاني لبن باصو مري ومن الأنصاري ري أنصاريت كم إذا بان صوم مري أني رسول كويس لصعنا. فلما رأي قرت يركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كي مرك يركين وقف دمر لصعدة أسرع ويدك دقين طلاب ذي مارت سيحوق وقادين نبي قنا والله قرت عليه الصلاة والسلام. فقال وحيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكم ترتيبتين ورترتيب سكا سعودوشي وحبها اللحات سنين إيسكا ترتيب سدا إنما هي قفتان أن لسعوداي وصفية بنت حيي ويان قف قلما صفية وهو يدين أني قال الرسول كي إلهي بانا هاي مركا شكي ماشا ما إيمان كرو. فقال وحي راهدين سبحان الله يا رسول الله إلهي به فنو عيب لأ ما أدقان كتوه مينا ساسي كوي لهذين. فقال وحوير النبي عشر بو أخريه علم بسي وحوير إن الشيطان بارك الشيطان كلي لهذو يجري واسعنيا من ابن آدم آدم عرور تيسا وحوكو سعنيا مجرى الدم ديقا مكان سعود كيسو كسعنا ساسكو سعنا يا وإني يعني أنا خشيت وحن كعب صديب ويري نبيغو أن يقذف إنو طور شيطان كاسي سيدا ديقا وحيدها وقصعنا يا وكالا إذن كود حسعنا يا في قلوبكما قلبي ياليه إن شرا إنو كطورة يا كعب صديب ويري أو مسقال وحيري شيئا إنو كطورة شيء حمانة. رواه البخاري ومسلم. حديث كان وحل قورين يا أمنا يا صفية بنت حيي صفية وحل إلى صفية بنت حيي بنت الأخطب اليهودية. نبي عليه الصلاة والسلام يهود مركي لغنيمة استي بامارت الجوردان للمسلمين تي كمدة باقيبو هلاي مركو قيبو هلاي. فالنبي وحل واحد يلسا بل متك لقاضي
تن أنيق إيه داوي مركا ما دمر جعيل به ميا وحد عضي أبهد بلد دلي وقرابة دي بلد دلي ومل الله ملا عسكتها يمل الله ملا يكون عيمة تيوي نبغو تاسو أجا تاس سبب تاد ونبغو جرس عليه الصلاة والسلام إنه ضري يلا من كان نروح كبقي ما دام الظروف تاس يضن تاسي أي جوردا لا حريرته إنه تاوي تحجرين وايو مداس إنه تحجرين وايو ينبغو كعب صدى عليه الصلاة والسلام صادر تاد بنبغو كجرس ذي أو صفية يكون نغطي أمهات المؤمنين يكون نغطي طيب مركا نبي قوحو قرصة دي قبر نمو وحل مارت عايشة كليا قبره انت كالوران قبر ماهين وحو قرصة نيئون انت بضان وقدن ايني وقدن ايني اي طيب وحاكم اذا ها قبر اللي يراه ذو يا خديجة نويمان دونتا يا كم إذا حيد خديجة وحو قرصة دي وحدو مروح قرصة دو قبر دي قوه ريسيه وحو قرصة دي وحوايه أخلاق دي دي إيه ددالك دي إيه وناك دي ونبي قرصة عليه الصلاة والسلام مربين حولو ديبتي وأشقيي مركة إيادونا مركة عرفتينيك أخلاق دي سا بإيادنا جعلاتي إساقنا واجعلاتي سيدا سامارت النبي خديجة وكو قرسدي خديجة أفرطن سنة جرتي مركي وقرسنا يا نبي عليه الصلاة والسلام نبي نوح جريشان يلا باتن سنة وجري عليه الصلاة والسلام مرقا معي كوينيد شان يطوان سنة بكوينيد حالي ما كسوا هذا اللي يعني قفك وحويه وإنا إغيرات وحب اللازمة قف كاوين بعد جورسان كرتها وانا جيدا هي شرفت هذا هي حوله هذا هي الدين هذا يا يتكو جورسان كرتها مركا وين قرب جوكسة النبي عليه الصلاة والسلام مركي آه وحي ويمد الرسول الله قد جاي ادت كي ايوه دقوين ادت كي لدق علمين ادت كي دين عكم مرين ويقرب جوكسة النبي عليه الصلاة والسلام مركي او النبي يقول حن كعب سنيا مرت نفط اذا من ابغيا مركاسا وحي كتري والله لن يخزيك الله الهي مركم هو جناي قفت مروده شرفت له سسال لو يقانا مركا غبدن ظروف تاس وتخغلي وحا كميده ام سلامه مركو اوديغي كدنت ام سلامه يا نبي عليه الصلاه والسلام يدنا دوني وحي تري يا رسول الله صدح إلّا أن لا هاي من أي مقرسن كرت ومن دكوا بعد وعيز رارتا عرور بان هيستا رجونا ما شعلا دمرك عرورتا هيستا ما شعلا لابو عيترون كرولا قف كرول بانا من ده صدحات وعيترون داوينا وقف وين بانا ترى رجونا ما شعلا رقم أربعة ما هاي قفت وين أذلوا ما شعلا وحوير النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا الوان داوين هاي أنا كاسي وين النبي عليه الصلاة والسلام أما عرورتم فراها بدن الشيء سو فعيالك عيالي عرورت هذا عيال كي فعيال كي ومر مارث مما النبي بوي هاي والرسول بوي هاي ويسقي هوس إيمان يا مدى صد هذا كلائك عاد شيء وحكوير كلائلك إلهان كوب بريئيا إنو إله كلائلكاس يدبكا كاقاض ساسو نبي كو قرسدي عليه الصلاة والسلام وحي قالد ومارك تأي شيئيا إليه النين ومارك تمحوها دمرون وكبحصدي بواها وحبك مجران مركز صفية طروف تاسا إيادنا لحيد نبي قو عليه الصلاة والسلام ساجس كيس اسكاق اعتكافايا اسكاق عبادي سنيا وردين يا قرآن كآخرين آية سكتو كان آية إسوب وقت هبين مركز ديدنا مركز وحقا أشياء كيسي بيدنا واحدة مع ذي إن يقولوا جيدي وكل آباته مركز النبي ونصور راعي لبن إنه أنساريا بديدنا أركي رسول كي يقف الدمرة أو يسلس صعدي أركي مركز نمان كي وحقا تا
talabaday hor u qaadeen nabigana waa dareemay wuxuu ku yidhi war waa safiya hooyadiina iska tartiibsada halkaa waxaa laga fahmayaa xaaskaagu hadday kula socoto ama gabadhaadu kula socoto ama edada ama habaryarta qof maxrama hadduu kula socdo oo shaki ka baqdo inaad tiraa warde waa hebla inaad tiraa idinku waa maaragtay fiidkii haddaa maqribka markii la tukado iska soo yar baxdeenoo meelaha maaragtay muxuu ahay iska soo yar luglugaynaysaan haddii oo sidaasoo kale ay dhacdo war waa hebla waa umul awlaad qof kale maaha shakiga in la bixiyo baa maaragtay loo baahan yahay dayib marka nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshii cashir buu haddana ka soo saaray oo wuxuu yidhi waxaan saa idiin leeyahay waxa weeye shaydaanku bini aadamka caruurta aadam sida dhiiggu ugu socdo jirkooda gudihiisa baa shaydaankuna ugu soconaya marka bahalkani waa cadow horta aynaa arkayn innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahu asaga iyo jamaacadiisi iyo ciidankiisii waxaa la shaqeeyaa oo idiin jeedaan laakiin aad uma jeed uma laatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin ilaa hor baan kaga imanoo dib baan kaga imanoo midig iyo bidix baan kaga imanoo wax badan oo kugu shukriya ma helaysid wayna dhacday arrintii walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhanna fattabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin intaasa soo hadhay dayib ilaahay baa noo sheegay marka wuxuu yidhi ina shaytaana caduwun lakum ina shaydaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa war shaydaanku cadow buu idin yahay idinkana col ka yeesha marka haddaan ogaanay arrintaa colkan aadan u jeedin iyo ciidankan aadan ogeyn meeluu kaaga imaana maxaad kula dagaalamaysaa bal sheeg wixii lagula dagaalami lahaa waxa keliya lagula dagaalami karaa waxawa in adkaarta iyo xuska eebbe carabkeenna uusan ka engegin yaa uusan ka engegin unbaa lagula dagaalami karaa shaydaanku bini aadanna waa noqon kara shaydaankan kale ee ilaahay tilmaamayna uu noqon kara ee nebiguna tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labaduba noqon kara marka sida keliya ee loola diriri kalaay waxa weeye in maaragtay muxuu ahay adkaarta qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min shari lwaswaasi lkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri nnaas min aljinnati wannaas buu yidhi ilaah subxaanahu watacaala marka ilaahay in laga magangalo oo adkaarta afka lagu hayo oo ilaahay mar walbaba laga cuskado oo markii waxoogaa ilduuftaba shaydaanka aad iska naarto saasaa lagaga badbaadi karaa wax adiga kugu dhex soconaya wax fudud maah marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka cabsaday inuu qalbigiina shaydaanku uu ku rido shar inuu ku rido baan ka baqay ama shay saddex arrimood in laga badbaada waa adag tahay waa midda koowaade halkan waxa weeye dannu suu wey malaxun ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda adanni ismu waa malax malaxun qofku inuu ka badbaada aad bay u adag tahay ilaa qof ilaahay u naxariistay maahane waxaa kale xasadnimo in laga badbaadaayey aad bay u adag tahay ilaa man raximahu allah waxyaabaha laysku xastana waa taqaaniin madaxtinimadii iyo maalkii iyo xoolihii iyo caafimaadkii iyo cilmigii wax walbaa laysku xastaa dayib waxa kale oo in laga badbaadayaato xalay soo marnay adiyara inaad wax baasaysato wax kaa soo boodo dareen aad ka qaado jirka aad isgeliso saddexdaashay nebigu wuxuu yidhi in laga badbaado way adagtay marka wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ka cabsaday shaydaanku inuu qalbigiina ku rido shar ama uu shay ku tuuro xun kaasaan ka cabsaday buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dayib haweenkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhintay
أيجي أو إسقي أو أي هوستي سكوتشيران أو حرقي سأيهين سقال بي أهاين سقال بي أهاين وحكم ذا صفية ما لبى صفية وح وحكش يجي أي شيء وحكش يجي وحيد هن مارته ويهودية ابنة يهودية إله وركاسة نبي دعوة عليه الصلاة والسلام وركاسة وحكوي المحدود هو ذي أباه وهارون وفرع هارون بقشة أباه هارون ويه ليقانه أدير كينا وموسى نبي الله موسى ملك في عن ولقو أبتر صدى ما هيسا ما يوه مركز سقال كاس يا سقال كاس دو مركز إلا برتو وهو يو ينكين ميسا في عنه يا كوري قطرين كرا كوريا كثيرين كرا هاي فضل هذا لا أنت لا 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 أنت هاي من علماء ميتشي علماء ما هاي فضل هذه علماء كجرتها نجي وقول ما بدوي نبوتها ما بدت كجرتها بارك الله فيك طيب ناطر هذا كافيين هاي أي خديجة وقت النبي لمن يما ين الجو من ولا بكهر دمته خديجة كده هقدر خديجة سودة بنت زمعة صح والله بو صحيح يا لبس زينب كلاقات زينب بنت جحش صح كدا خذينا بيخذين خذين ما كم جرتي هي صفية هي جويرية صح ميمونة أيوة عجز حمارك ها أم حبيبة صح أم سلمة صح وأرميس أنا وشعر يرى قابل أنا وإسكا تدير يرى أنه يوجين كنا بكم مغلي تشرنا ما إسكا كترين جرنا إسكا فضوط أو إسكا أف سوماليا وحندي جرنا سقال هاوين أيو كدين تيوغو عائشي وحفسي السود الرملا زينبي وجويري هندوغو ميموني كوساغا لسافيا انت يا 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 تدووي يا عرورتي سوغو سدح ويلي يا أفر قبضوت كوغو هاي مكو كده شو مدينة نو كده انتاي يعني شعر ساسو سيرة ديئة يا بام كترين جرني مركة وكا أنا محبي عن أم المؤمنين وحل قوري صفية بنت حيي أحيط رضي الله عنها قالت وحي تركان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا كي اعتكاف يوها اللبث في المسجد بنية مخصوصة واه إن المساجد كأذ فريستو وتكون نجاتو نية مخصوصة نادو نجاتو يعني إن العبادة يستوى فأتيت وانوي مثوى رسولك أزور وأنا جو صوب وغنايا ليلا هبين فحدثته وأنا شكيي ثم قمت وأنا استاجي لأنقلب إنا النغضة إلى بيت فقام واستاجي رسولكم معي أنا قال الجركيجا ليقلبني تعني وحوجد ليردني ويعليه قريجي فمر وح صومري رجلان لبنينه من الأنصار كمذا فلما رأيا مرك ياركين النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وقف دمر للصعدة أسرع ويدك دجين طلع ماذا يهوست كحذين فقال النبي وحوجد صلى الله عليه وآله وسلم
على رسلكما ترتيبتينا إساقا صعودا إنما هي إنما وحكلمان هي قبرني صفية وي بنت حيي ويان وهو يدين إسكا ترتيب صدا مرك شكين ونمنكي قلي ونبي دريمي وقال وحيدا سبحان الله إلهي با عبل يا رسول الله أن نتهمك ماذا كتهمينا مرك وحي كلاين وكسي الشيء قرأ أوه maxaa ay tuhmado iimaan garto igii wadaadka aha ee safka hore ku jiray islaan isagu halkan la socda yaa la arkay tayib markaa isbariyel isbariyel waxa tiraa warwa waa gabadhii ilmaha dhashay faqaala wuxuu yiri nabigu ina shaytaana shaydaanka yajri waa soconaya min ibni aadama aadam caruurtiisa majra dami dhiigga socodkiisa oo kale مكان الصعود كديغو أو كره بوكسو عنايا هيا عدو قاس سيلي سيقع لها وإلا قد وإني أنا خشيت وحان عبسا وحان كعبسا ذي أن يغذف إنو طورة في قلوبكم شرا إنو كرده أو قال شيئا إنو كرده رواه البخاري ومسلم سيدا درتت با مارت آيات القرآن كوحي تلمانتي الذي يوسوس في صدور الناس الخناس باليرا خناس وحا لوغو بخيي وحو دفايس او جيرا او عمل غليا قلبغا قلبغا هدي و اركو ان قلبغا حسوس اي با كو جيرتو حس اي با او كو جيرو قورتو لابيا سيده بالكن دي دي كلا يراهده هور هداد كاسو مرتو مدخ لابانيسا سو كاله هدي و اركو قلبينو خالي اسلام مركا وسوس بو كريداي سيدنا او كاله خشيت وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا رواه البخاري ومسلم الحديث 72 حديثك تضبات لي اللباء عن عائشة رضي الله عنها وحل قوري عائشة بنت أبي بكر بنت الصديق وحل قوري قال دنيتري ما غرت ولي مهناس على أحد قف كركيسة ومن نساء النبي نبي عرور كم إذا دمر كيسا ما غيرت إنتان هناسي إنتان مسيري على خديجة خديجة كرك هذا رضي الله عنها ورضا وحيت الولي دمر كيف فرح بدنا يا نبي قرس هذا ولي إنتان كم مسيري أن كهناسي خديجة أفن كهناسي مجريت ويا عديسة وحيت وما رأيتها قط ولي ما بعرف اسمعي سو قارم اسمعي سو قارم هاي معوقة هنا استقف إذا نسارق وإذا إذا سو قارين وها وحدوقة هنا سمحوا هاي ولكن كان بيتري وإلا كان وحوها رسول كي يكثر كي بديا ذكرها شيخ شيخ دود بدين جري خديجة ساسي هاي خديجة وحاسي سمعي سي خديجة خير كاسي سمعي سي خديجة الدين تيو قرقارتي خديجة نقاليه بيكوب بحسي خديجة عرور طيب وربما ذبح بيتري وحال أركي تشير ودعي جرتين وقورع الرسول كو أشات النيف أريا ثم يقطعها وقويا أعضاء حبنا وجرجره ثم يبعثها وبحيو في صدائق خديجة نيف دو قورع النبي قوه نيف كاوا قوين شيري أما يسوها لباشيرو أما وكيل وكاشيها قوية ولا قوين شيري مركا سابح دي جري خديجة صاحبة ذات هلوغيو والله ضيف وحيتري ساس النبي قولنش وربما قلت له وحد عجر تبترنا إراه ذو له رسولك كأنه وابا إساقيو لم يكن أسنهان في الدنيا الدنيا ذبا امرأة قف دمرة إلا خديجة مويان دمر بين سنجر إلا خديجة مهان وحكى لبين إيسان أما وحجر بين جرين أما وحقيم إليهم بوسن جرين إلا خديجة مويان فيقول النبي وحورن جري إنها خديجة كانت ويأهاتي وكانت ويأهاتي وكان لي وحا إيسوغنا منها خديجة ولد با إيسوغنا رواه البخاري ومسلم با سو ساري حديث كان وحينو كغاضنا هنا يعني وحن ليرا مصيرك أما هنا سهل ليرا هذو
waa wax gariis oo ilaahay ku abuuray dumarka waa ragga xataa waa ragga wax ka masayr xun hadduu raggu masayro maba jiraba haddaad u marayso un gurigaaga in lagu dabo mar maalin walba yacni waxa weye sii libaax dhaawacaad wax galaafanaysa waxbaad galaafan ayib marka waa qariise ilaahay ku abuuray subxaana wa tacala horta taa waa in la ogaada waayo waxay leedahay caaisha weligay anoon arag baan ka masayr haddana ayib waa qodob waxaa dhacday intiio mahay xabse gurigeeda miyaa intii laga soo qaaday cunto oo guriga caaisha la keenay isagoo nebiga akhyaar ay la fadhiyaan saxaaba ay la fadhiyeen ajillo ay la fadhiyaan yaa markay aragtay caaisha xeedhadii bay dhulka ku dhufatay waa nebiga hortiisa waa akhyaartii hortooda markaasaa nebigu intuu isku soo celiyey baa nimankii la hadlay wuxuu ihi qaarad ummukum qaarad ummukum hooyadiin way masayrtay budh ma qaadanin aad maxaa samayn lahaa adigoo akhyaarintaad u yeeratay oo gooshii dhigtay oo gasiinkiisu hadday saasi kugu dhacdo maxaad ku samayn lahaa qofka ya feer iyo laad garuun haddii hataa aad weydo feer iyo laad bay noqon lahay marka dumarka in la fahmaayo waa lagama maarmaan xalaan soo maraynay feer qalloocan baa laga abuuray feedha maarata muxuu ahaye meesha ugu sarraysaana ugu qalloocan haddaad damacday inaad toosiiso waa jebinaysaa waana furid haddii kale qallooceedaasaad ku wadanaysaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam istawsuu binnisaa'i khayra baynu soo maraynay nebigu wuxuu yidhi war dumarkiina u ixsaan sameeya waana khayrun linisaa'i aniga dumarkaygaana ugu khayr badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayib marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay sidaa ku tiri waxaad moodaaba qof kale oo dumara in adduunka lagu abuurin halka waxaan ka qaadanayna adigu haddaad labaxaas leedahay saddex leedahay yacnii markaad mid gurigeeda joogto ta kale ha ammaanin iska ilaali midda kale inaad ammaanto ya haddii kale tan oo kalea kugu dhacaysa ya ayib marka baan ka fahmayna kiiradu inay wax jira tahay oo iska yeelyeel ahayna waynu ka qaadanaynaa xadiidka dumarka marka in loo dhimriyo laysaga naxariisto baa meesha laga qaadanayaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam khadiijo u geeya saaxiibadeed buu dhihi jiray saaxiibahana hadday xagga dumarka ka yimaadiin hadday xagga ragga ka yimaadiinba in maaragtay muxuu ahaa la iloobin taasi baa laga doonayaa qofka muslimka ah ayib marka waxay tiri waxaabaad moodaaba qof adduunyada riwaayo kale waxay leedahay cajuuso xun oo qureysheed oo qowla la cascas unbaa khadiija khadiijada ku haysa marka war aflagaadada intay la egta qofku caadi maah caadi maah way og tahay waa caalimad waa caarifad yacnii inay arrintaasi arrin sharciga ku xun inay tahay way garanaysaa laakiin maxaa maaragtay jiidaya quwo ka weyn baa jiidaysa isbaag baa jiidaya aysan awoodi karin baa jiidaya habar xunoo cajuuse ah oo qureysheed oo qowla la cascas ilkihii baa ka dhammaaday ka wadaa ilkihii baa eber oo sanad hore halaagsantay tiri way dhimatay hadda sanad hore halaagsantay ubaa khadiija khadiijada ku haysa marka yacni waxa weeye arrimaha in la fahmaayo waa shay daruuri ah oo loo baahan yahay nebigu qaarad ummukum buu yidhi xeedhadiisa xeedho xeedhaa lagu gudayaa buu yidhi xeedho xeedho lagu gudayaa saxan saxan baa lagu gudayaa marka waxaad moodaa in badan oo innaga inaga mid ahi inaysan fahminba dumarkan iyo dha maaragtay sida ilaahay ugu talagalay say u abuuran yihiin in badan baaba fahansanaynba ayib sidaasay tiri nebigu wuxuu dhihi jiray waxay ii gashay sida waxay saasay ii gashay caruurna way ii dhashay waayo caruurta nebigu caruurtiisa toddobay ahaayeen saddex wiil iyo afar gabdhood bay ahaayeen markii laga reebay wiilkii ibraahim ahaa
oo isagana isagoo naaska nuugayba u dhintay waxa way lixda kalaba khadiija dhashay lixda kalaba khadiija dhashay radiyallahu anha wardaaha nabigana way kaalmaysay diinta way garab ugu noqotay marka nabigu wuxuu yiri haddaad qofka meel ku kahato meel aad kaga raali noqoto baad helaysaa bal gurigii siduu maaratay u habaysan yahay u gengiman yahay sida caruurtii ay u maamulayso sida martida loo maamulayo sida maaratay maxaa dhaqaalaha ay u maamulayso yani waa marka ruunkan ha la daayo nimiyo marka ruunka ha la daayo an caishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi caaisha maa qirtu ma ana ka masayrin maana ka hinaasin calaa axadin qof korkiio min nisaa'i nnabiyi nebiga dumarkiisa ka mida kama ana masayrin bay tidhi maa qirtu intaan ka masayray calaa khadiijata radiallahu canha wardah intaan ka masayrin qofaan ka masayrin ma jiro wama ra'aytuhaa qad weligayna ma aragay tii maba isa soo gaadhin ayib waayo nebigu calayhi salaatu markuu dhimanayay caaisha 18 sano jirtay 18 sano bay jirtay walaakiin ha yeeshee maxaad uga masayrtay kaana wuxuu ahaa nebigu yuksiru kii badiya dikraha sheegsheegideeda khadiija unbuu ka warrami jiray iyo wanaaggeeda iyo waxay samaysay ee khayrka ahaa kaasuu ka warrami jiray weliga adigiyo gurika maaratay muxuu ahaa qof dumara jooga islaantii kaleeto ammaanteeda iska ilaali warba maa dabaxa inuu gowracaa dhici jirtay ashaata neef adhiya uma yuqaticuha wuxuu u googoyn jiray acdaan xubno uu googoyn jiray uma yabcauha wuxuu u diri jiray nebigu fii sadaa'iqi khadiija u diri jiray maalin maalmaha ka mida uu nebigu wuxuu maqlay gabadh haala la yidhaahdo oo la dhalatay khadiija khadiija bintu khulayd maxay alasadiya gabar la dhalatay buu maqlay hadalkeedii allahuma haala allahuma haala allahuma haala buu yidhi nebigu ilaahu haala dee u naxariiso wixsaan samee warubama qultu inaan idhaahaa laga yaababay tiri caaisha lahu rasuulka ka'annahu waaba isagoo arrinku uu yahay oo kale lam yakun inuusan ahaaninba fi dunyaa adduunyadan oo dhanba godane garaangarsan oo dhanba imra'atun qof dumarihi inayn adduunyadaba ku jirinba ilaa khadiijatu mooye khadiija maahan fayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu innahaa kaanad wa kaanad kaanad waxay ahayd qofdii garab joogsatay diinta u gargaartay marka la yidhaahdo yaa u horrumeeyey dumarka khadiija wa khadiija u horrumeysay dayib wakaanat wakaana lii minha waladun caruurna waa lahabay tiri caruurna way ii dhashay buu yidhi rawaahu albukhaariyu wamuslim alxadiidu thaalith wasabcuun xadiidka 73aad can jaabir binu cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulkaanu la jirnay fii khazaatin duulimaad rasuulkaan la duulo yidhi marka wax alla wixii rasuulku uu raaco khazwa la yidhaahdaa wixii kale khazwo maaha waa sariye iyo colgaadmay waxawa falamaa qadimna markaan soo galay almadiinata madiinatu rasuulillah markaan soo galeen soo noqonnay dahabna waxaan u qasadnay linadkhula inaan galno guryahanagii iyo maarata caruurtii ehelkii inaan u galno faqaala nebigu wuxuu yidhi ahmiluu u kaadiya warsuga xataa nadkhula ilaan ka galla leylan habeen berigaa dee telefoon iyo telegaram iyo waxaan maaratay messajka laysu dirayeyo waxaa midna ma jir marka hadda adigiyo amerika joogtaad leedahay 8-40 saacadood waa maaratay waan kusoo gaadhaya halka markaasaa dee gabadhii waxay samayn lahayd oo dhan bay samaynaysa ay cishaa-an nebigu wuxuu yidhi kay tamtashita si ay u feedhato ashacithatu middii basaasnayd ilan dumarku markii raggoodu ka maqanya inta badan isma daryeelaan inta badan isma daryeelaan qofka fiican ee sharafta lihi isma daryeela xataa waxaad arkaysaa mararka barhkood ayagiyo sariirta xataa iskaga seexanaya maxaa iyagoon go'na ku goglanin
فراشكي وقلالن بيس كاسا حنيس هداي ربطو سيدي دركا يو ساحن ويس غودي بيس كاسا حنيس حدن وين كما سيلا هديبا ومارت سيغيدو كما قاي هي انت في عن حتى ما كرستو طيب سي اي تي او لغا مقنا مخان له هي تي او مارت بساسنيد سي اي او فيرتو وي او شان ليستو وي او ميرتو اسكو هاجيسو او وتستحد اي ديدنا اسكا خيرتو المغيبه تي لغا مقناي ما هي الشعر حول الفرج او غفتا تيمها مارت عورده ku hareereysan si ay isaga xiirto halka waxaad garan kartaa in maaragtay muxuu ahaay qofta marwada ay sharaf tale odaygeedu ka maqan yahay waxa ma isku daalisaba xas isku ma daaliso marka sida darteed timaha waa waay qar in la xiira ya shariicadu ay jideysay waa timaha awrada meelaha ka baxa in la xiiro labo timana in la gaabiyo si shaarubto oo kale timana in la tifowo sida kuwa kilkilada ka baxa waay saddexdaas waa in la zuuriya waxa soo haray garka in la daayo waxa soo haray madaxa madaxa waa qof khiyaar buule hadaysan xaji umra ahayn haduu rabo wuu xiiri karaa haduu rabo wuu gaabsan karaa haduu rabo maarata intuu sii daayo timaha yuu ka dhigi karaa halab buu ka dhigi karaa marka waxa waaye waa kaas saasuu yuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sida nebigu uu ilaalinayo shucuurta dumarka oo iyo haddaad qaflad ku soo gasho iyaduuba ka warqabin oon ku tala gashanayn uun haddaad maarata muxuu ah uun albaabka soo garaacdo ama allah wasahlan aad tidhaahdid wax qurux badan hataa way ka naxaysaa arrintaas iyada marka waxaa fiican dumarka maana shareecadu sida ay fartay in loola dhaqmo in loola dhaqmo saasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninka la yidhaah jaabir falamaa qadimna goorta aan soo galnay almadiinata magaalada markaan soo galnay madiine la yidhaah dahabnaa waxaanu doonnay linadkhula inaan galno cala nisaa dumarka inaan u galno faqaala wuxuu yidhi nebigu ahmiluu warsuga korta xataa nadkhula leylan ilaa habeenka aan ka gallo dumarku dee ay sii diyaariyaan ilaa markii lasoo galo unbaa maaragtay la maqli warka wax kale oo wartabina iyo wargeys ma jirin ay cishaan waqtiga cishaha kay tamtashita inay maaragtay muxuuha shanlaysato amaay feedhato ashacithatu middiyo basaasnayd watastaxidda ay xiirato almaqiibatu tii laga maqnaana ay maaragtay hagaajiso timahana iska xiirto rawahu albukhaariyu muslim dayib dumar baa ku jirna hadda caawa alxadiidu araabic waalsabcuun xadiidka toddobaatan iyo afraad can zaynab waxaa laga wariyay binti abi salamata gabadhaas waxaa laga wariyay abi salama dhalay ummu salamana way dhashay qaalad waxay tiri dakhaltu waxaan u soo galay calaa ummi xabiiba ummi xabiiba yaan u soo galay zawji nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam ummi xabiiba waxaa la yidhaah magaceeda rasmigaa ramla la yidhaah ramla binti abi sufyaan binti xarbin baa la yidhaah waxay tiri waxaan u soo galay gabadhaas ummu xabiiba oo nebiga xaasaskiisii ka mida xiina goortii tuwafiya la oofsaday abuuha aabbaheed abuu sufyaan ahaa binu xarbin ahaa yaan u soo galaytay markaa abuu sufyaan baa dhintay saxaabigaas gabadhaa dhalay fadacad waxay u yeedhay ummu xabiibata ummu xabiiba waxay u yeedhay bitiibin barfuun ama cadir ama marash ninbas uu yaqaano fiihi dhexdiisa uu yahay sufratun sida jaallaha oo kale u eg khaluuqun wuu la isku daray aw gayruhu ama muxuu ahay waxay u yeedhay
يعني عطر أما برفون أن سيدا سفرة لهين لكن مذب كلله فدهنت وحيقص بكتي منه طيب كجارية قبر قبر يرو أكتوكتي بيمون تيساتري كي أمريس طيب ثم مصد يدن وحي مرستي بعارديها عارد كوحال إلى هل كان انت نيساء أمرستي يدن أم حبيبة بعارديها ثم قالت وحي تير والله ما قدرته ما لي أني إيمسقنا بالطيب برفون كان من حاجة وحدنهم كليه ما وجرتيت وحي تير غير أني لكن أني سمعت وحان مغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك يقول له لا يحل أم بنانا لامرأة قف تؤمن الرمينيس بالله إيب يولي يوم الآخر ما لنت قيامة الرمينيس أن تحد إني صب ساسيسو على ميت قف بنتي كركيس فوق ثلاث ليال سد حبين وحكبضن إني صب ساسيسو إلا على زوج نين كذا ما هني أو فتحد وحي صب ساسيسا أربعة أشهر وعشرة أفر بلاد يتوبن هبين بيصب ساسين إيسا ضيف قالت وحي تري زينب فدخلت هذا نوحان أقلي على زينب بنت جحش بان أقلي زينب بنت جحش يان أقلي رضي الله عنها حين قورتي توفي الله أفسده أخوها ولالكيت مركي ولالكيت ودنتي من يدن أصوى أقلي فدعت بطيب طيب يدن أويرتي أي تري ديب كاس إيو برفون كاس هلا إيه كيانو فمصد منه وحبي كمرصد وحبي كمرصد طي ثم قالت وحي تري أما والله بان قدار تي ما لي إيمسقنا بالطيب ديب كاس من حاجة وعدنهم كليه مجرتو غير أني آنيغا مركي لغره بسبعتو إنان مغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سغوله على المنبر منبر كركيسة لا يحل حلال ماها لامرأة قف دمره تؤمن الرمينيسة بالله إبئيو واليوم الآخر ما لنت قيامضة يا أركانت إيمانك أوردن أن تحد إني صب ساسيسو على ميت قف دنت كركيسة فوق ثلاث ليال سدح بين كبضا سدح بين وح كبضا صدع ذو اللوغلي إلا على زوج نين موياني أو فتحد وحي صب ساسين إيسا أربعة أشهر أفر بلوديو وعشرا طبعا هبي مركا هلقا وحي نوكا غاضنين قفت الدو مركا هدي غيري كوتي مادو لابين نقون إيسا غيري ده وفكر انت إنو ننكي دي يهي يينو إهل كي دي قرابة دي كليه هدي وقرابة دي كلية هاي أبهد ولالكد ويلايدا شاي هويدد أذيركد وحلو حيو قرابة دهر صد حبين كبادان اسمه بساسين اسم مروك تاويني صد حبين اسكاكاد ماتا ضيب أما هدو ننكي يهي ننكا أفر بلود يتبن حبين بيمار تقفتا أصي وضيسا أسي بيوضيس طيب بركة وحيابا أن الله أقولين وحكم إذا الضيب كان حكم إذا أنت يكجرت عدة وحكم إذا إن دكولك وحكم إذا برفون كويس كيلا لنسا وأيو هدي رقع مو مارتي محوها سنك وضا كدعه دواء مارتي لهم قرينة ترق روح بذن أو بلعلة ورقس وجيداي سيد الدرعيضة إيوه لكن دقنا يا مارت قفتها أنت يسكو دجيسو وحسين تيدي وردان للدريم إيوه لما أقول وحالا أقول إن دكولك اللهم حتى عنده حنونا بارك إثمتك اللي يلاهدو بيهبينك اسمارين إيسا سبحانه وإسكا ما يرس طيب لكن وحي كلا وحوايه تدك كلا إلا متى بريكي روح سوء قارني سوى قفك مرتي لقفت مركي لقد انتو وير عدب الحلنشر مرعت
dhaqamada qaarkood xataa qofku cunto fiican ma cunto oo kaba ma gashato oo kursi kuma fadhiisato yaa waxaa jira maaragtay muxuu ahay weliba dhinacan xeebta haddaad meelaha barhkood waad yaabaysaa waxa ka jira marka waa weeye habeenkii maaragtay waxaa lagu leeyahay ma qabaysanayso ma qabaysanayso oo ma shanlaysanayso oo maxaa u diida way shanlaysan kartaa way qabaysanaysaa saliid bay ismarinaysaa haddii oo maaragtay muxuu ahay gurigii lagu furay inay ku nagaataa fiican haddaan duruuf iyo dani jirin haddii kale waxa weeye duruuf iyo dani ay jirto dee way bixi kartaa oo way soo adeeganaysaa haddayna wax biilaba haysan waxay samaynaysaa biil bay u baxaysaa inay soo hesho oo caruurta maaragtay muxuu ahay ay dabka u shiddo marka waxyaabihii berigii hore ay lagu dhaqmi jiray wax fiican ma ahayn wax wanaagsanna ma ahayn midda kale qofkii way maaragtay waa laga dhintay ninkay isu xisheen ee iscalmadeen ama caruura isu dhalaan ama yay isu dhaline waxa weeye ilaahay baa qaaday soo maaha wixii soomaalidu ay samayn jireen ee la dhihi jiray muxuu ahaa dumaal waxba kama jiraan ninkii xadhigoodii waa dhammaaday soo maa ay isu xisheen waa la kala tegey dayib alla ninkii rabtay guursanaysa hadday tiraa war anugu hadday caruuri meesha joogto iyo haddayna jooginba ninkii ehelkiisii baan u xilanayaa hadday tiraahdo wax dhibi kuma jiraan laakiin wax qasab la yidhaahdo oo qofta lagu qasbaayo oo la yidhaahdo waa dumaal cid kalena kuma guursan karo hadday jirtaa waqtigan haddaan joogno soomaalidu ay ku dhaqmayaa ya haddii kale dhiig baa qubana ya maxaa qaba haa diintu ma qabto haa waa sax waka marka yaan dadka maaragtay xorta ayaan addoomo laga dhigin qoftu addoon maah waa xor saad adigu xor u tahay ee qoftaa rabta aad u guursanayso bay iyadana xor u tahay markii hore xornibay wax ku guursatay haddana hadday damacdo waa inay xornibo wax ku guursatay عزينب بنت أبي سلمة وحل قوري رضي الله عنها قالت وحي تري دخلت على أمي حبيبة ونصو قالي كبدا زوج النبي صلى الله عليه وسلم لفتك الزوج كاللي يراه انت بضا ومذكر هذا أركيسة على أمي حبيبة زوج النبي زوجة النبي لمورن تاذا وحل قلياء وكلية في باب الفرائض بركي وحل دحلا أيوه بزوج يزوجو يلو كلب بحياه حين قرتي توفي الله أفسدي أبوها أبهد أبو سفيان بن حربنها فدعت وحي ويارتي أم حبيبة بطيب بيويارتي وحي ويارتي عدري برفون فيه دحديث سفرة ويهي خلوق مخلوق لإسكو داري أو غيره أما مذب كلاله فدهنت وحي وصبكتي منه خلوطك جارية قوار بيوصبكتي ويمرسي ثم مصد بعارديها لبدايه دبن بيسا عمرسي ثم قالت وحي تري والله بان كدارته ما لي ما سغنا بالطيب برفون كان يا عدر كان من حاجه وحدنا وكلا ما جرو غير اني سمعت وان مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه لا يحل حلال وماها لامراه قف دمره تؤمن رمينيس بالله بي واليوم الاخر ان تحد inay isu basaasiso calaa mayitin mayd korkiisa inay isu basaasisa ma banaan bal nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka haddii maaragtay muxuu ahay loo ooyo oohintaa waa lagu cadaabayaa laakiin wa haddii oo isagu ka dardaarmo yidhi si fiican halaygu soo ooyo marka aan dhinto si fiican halaygu soo ooyo waa sayida waa jabalaa waa hala yidha ama muuna maaragtay uma dardaarmin muxuu ahay ayagiibaa hadday iska sameeyaan waxba loo ciqaabi maayo laakiin hadduu isagu dardaarmo
أما أجعلي رالي كي يهي ولو عذابي وحي النبي عليه الصلاة والسلام أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال سد حبين وحكب ظنين يسب ساسي سو وحي كسوهر إنك سو سعودة إلا على زوج نن ما هنا أربعة أشهر بيسب ساسي نيسا يو عشرا توبان بيسب ساسي نيسا هل كم حد قرن نيسا مركا حقا نينك ينو آدو ويهي ودميشا كفهم ميسا وحي كلاي قرابة إذاها سدح بري كبضان سمو بساسين يسو قال زينب وحي تري فدخلت على زينب بنت جحش بان الصوغ قالي حين قرتي توفي الله أفسدي أخوها ولالكت مركي الله أفسدي فدعت بطيب وحي تري مرشيو ديبيو برفونها اللي كانوا إي عطر فمصد منه وحبي كمرستي ثم قالت وحي تري أما والله بان كل دارتي ما لي يمسكنا بالطيب طيب كمن حاجة واحد دنة غير أني لكن أني أنا سمعت وحن كم غلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسقي على المنبر يسوي منبر كاو كتاعن يعني مغلي تري مركض مركو إني لت كنيين وخذ بدر دقيسني بالغ هذا نية لا يحل وما بنانا لامرأة قف دمرة تؤمن الرومين يس بالله يب يولي يوم الآخر ما لنت قيام هذا الرميسني أركانتي يوردان أن تحد إني سب ساسيسو على ميت قفل تكركي وقرابة فوق ثلاث ليال سدح هبين وحك بذن إلا على زوج نن ما هنه فتحد حي سب ساسينيسا أربعة أشهر أفر بلوديو وعشرا بي سب ساسينيسا ويرى النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم كاين دوجو تويري.